أفادت وكالة الأنباء السورية بشن إسرائيل هجوما جويا على مواقع للقوات المسلحة السورية في محيط مدينة دير الزور شرقي البلاد. وأوضحت الوكالة أن الهجوم الإسرائيلي على دير الزور أدى إلى إصابة عسكريين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية. من جانبها أفاد المرصد السوري بمقتل 6 مسلحين غير سوريين في الغارات التي استهدفت كتيبة للرادار في محيط دير الزور تتمركز فيها قوات للجيش السوري وميليشيات موالية لإيران. انضم إلينا من القدس نضال كناعنة. نضال، ما الذي يقوله الجانب الإسرائيلي حول هذا الاستهداف الجديد في الداخل السوري الآن، خصوصا أنه يعني وقع فيه جرحى من الجانب القوات المسلحة السورية؟ نعم ماجد، عمليا إسرائيل الرسمية لا تتحدث تقريبا عن هذه الغارات التي تنسب إليها على الأراضي السورية. واللافت أن استهداف منطقة دير الزور ليس شائعا من قبل إسرائيل، أولا لصعوبة الوصول إلى هذه المنطقة، فمن الصعب الوصول إليها عن طريق البحر، قصفها من فوق السواحل السورية أو الوصول إليها عن طريق الأراضي السورية، هنالك مسافة طويلة. والخيار الآخر هو إما عبر الأجواء الأردنية والأجواء العراقية. لذا فإن استهداف دير الزور يعني أن هنالك أهداف كانت مهمة جدا بالنسبة لإسرائيل، التي تعتبر دير الزور محطة على طريق تهريب الأسلحة البري الواصل بين إيران عبر العراق إلى الأراضي السورية ومن ثم لبنان. لكن في العموم نحن نشهد في الفترة الأخيرة ربما ارتفاعا في وتيرة الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية لعدة أسباب. أولا بسبب ازدياد وارتفاع حالة التوتر مع حزب الله اللبناني، وهذا التوتر ربما يؤدي إلى زيادة في توريد الأسلحة من طهران إلى حزب الله عبر الأراضي السورية، وبالتالي إسرائيل تسعى إلى استهداف هذه الأسلحة الموردة إلى حزب الله. ثانيا إسرائيل ربما تفضل إرسال الرسائل إلى حزب الله فوق الأراضي السورية كخيار أسهل وليس فوق الأراضي اللبنانية، حيث من الممكن أن يؤدي هذا إلى حرب مع حزب الله، وهذا ما لا تريده إسرائيل في الفترة الحالية على الأقل. ثانيا هنالك ربما تراجع الدور الروسي على الأراضي السورية، هذا يسهل على إسرائيل القيام بمزيد من الغارات على الأراضي السورية. وهنالك أيضا التقارب الروسي الإيراني الذي يثير الكثير من القلق الإسرائيلي حيال التواجد الإيراني على الأراضي السورية، وإسرائيل ترد على التواجد الإيراني. وهنالك أيضا المساعي الأمريكية ربما للتقارب مع طهران أو على الأقل للتوصل إلى حلول وسطية ومرحلية مع طهران، شهدنا صفقة تبادل الأسرى، وبالتالي إسرائيل تريد أن تظهر إيران والدور الإيراني في سوريا وفي المنطقة، وبالتالي هذا يعتبر نوعا ما كرد إسرائيلي على محاولات التوصل إلى تفاهمات جديدة مع طهران وربما التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران، إضافة إلى ارتفاع ربما منسوب المأزق الداخلي السوري. نحن نشهد التظاهرات في منطقة السويداء مثلا، وبالنسبة لإسرائيل هذه فرصة يبدو فيها النظام السوري ضعيفا، وبالتالي إسرائيل تستغل هذه الفرصة لتنفيذ المزيد من الغارات على الأراضي السورية. من القدس نضال كناعنة، شكرا جزيلا لك.